العزة. إن شاء الله أنا يوم الأحد، لأنه يوم السبت تعطيل، أحاول أن أقف عند بعض خصائص عصر التنوير أو ما يسمى بعصر الأنوار، ثم عصر الحداثة، خصائص عصر الحداثة، ثم عصر ما بعد الحداثة، ثم عصر الحداثة الزائدة أو عصر ما بعد الحداثة، اللي عادة حديث لا يكون عن هذا العصر الرابع. عادة الآن من يصير حديث، يصير حديث عن ماذا؟ ما بعد الحداثة. ولكن إن شاء الله تعالى إذا صار وقت هذا الأمر سأقف عنده. في صفحة 36 مولانا، ما بعد الحداثة والتنوير، الدكتور الزواوي بغورة، شوفوا عزائي التفتوا إلى العبارة، يقول: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: بما تختلف حقا ما بعد الحداثة عن الحداثة الزائدة اللي هي ما بعد الحداثة؟ وهل نحن بإزاء تلاعب لفظي مثلا؟ مما لا شك فيه أن التحليل السابق يؤكد على الموقف الجذري لما بعد الحداثة من كل قيم الحداثة، كما يبين الانقلاب الشامل على تلك القيم. ما بعد الحداثة كاملا انقلاب شامل على ماذا؟ على قيم الحداثة. هسه الآن بعد ذلك سيتضح، إذا إن شاء الله توفقنا يوم يومين سنبين بأنه أساسا ما بعد الحداثة أعزائي تريد أن تحذف الحداثة، لو تريد أن تقدم قراءة جديدة للحداثة، أي منهما؟ سيتضح أنه لا، صحيح يعبر انقلاب، ولكن هو بصدد ماذا؟ هؤلاء معتقدون بالحداثة ويقولون: ولكن هاي الحداثة، هذا البعد التاريخي، التفتوا لي جيدا، هذا البعد التاريخي، وهو أن الحداثة أخذت مداها ووصلت إلى ماذا؟ إلى نهاياتها. مو الحداثة انتهت، لا، هذه القراءة عن الحداثة ماذا؟ انتهى دورها التاريخي. فنحتاج إلى ماذا؟ إلى قراءة أخرى للحداثة، مو أننا نريد أن نرفض الحداثة، لا. هذا الذي أنا أؤكد عليه، أنه أنت إذا قبلت بحسب مبانيك أنه هذا الدين ضروري في حياة الإنسان، لا تقول لي بأنه هذا الموجود إذا تعال نحذف الدين، لا، الدين يبقى شنو؟ حاجة إنسانية. تعال قدم قراءة أخرى لماذا؟ للمباني الدينية. هذه هواية أصعب من حد، لأنه مسح صورة المسألة هو أسهل ما يكون. أنت عندما يطلق فد مسألة رياضية ومعادلة رياضية ما تقدر تحلها، عندك طريقين، شو تسوي؟ ها؟ لو تمسحها تقول كل شيء ماكو، خلاص سالبة من انتفاع الموضوع. كما إحنا الآن شنو؟ كثير من مثقفين ماذا يفعلون؟ ها؟ يمسح صورة المسألة. بابا خلي الإسلام على جانب. لا عزيزي، لا، هذا الإسلام استطاع في مدة لا تتجاوز ربع قرن، نصف قرن، بل قرن واحد مولانا، بل في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عدد الدول الإسلامية التي كانت تحت إمرة الخلافة 50 دولة بحسب اصطلاح اليومنا، 50 دولة، ولم يتجاوز عمر الإسلام ايش قد؟ ها؟ 40-50 سنة. كيف استطاع؟ إذن فيه قدرة أو ليست فيه القدرة؟ فيه. نعم، هسه انحرف عن مسيرته ذاك بحث آخر. تعال انت شنو؟ تعال قدم قراءة.